إذا أردت أن تسمي خلاصة حياة عمر فهو شهيد المحراب. لما طعن ابن الخطاب رضوان الله عليه وأرادوا أن ينبهوه، قال أحد الجلوس: إنكم لن تنبهوه بشيء إلا بالصلاة. فقالوا: الصلاة، الصلاة يا أمير المؤمنين. فرفع رأسه وقال: ها، الصلاة، لا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة. عمر بن الخطاب يعيش حياته، يرعى فقيرهم ويعين ضعيفهم، حتى إنه بلغ من رقته ومن حرصه على مال المسلمين أن كل شيء كانت فيه شبهة كان يخرج نفسه وأبناءه منه. ورد أن عبد الله بن عمر كانت له إبل ترعى مع إبل الصدقة، فوجدها عمر بن الخطاب سمانا فقال: ضموها إلى بيت مال المسلمين. فقال عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، إنما هو مالي، يا أمير المؤمنين، إنما هو مالي، تعبت فيه ونميته. قال: لعلك إذا خرجت إلى المرعى يقولون: هذه إبل ابن أمير المؤمنين، أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، والله لا أهنئك منها بصوفة. وضمها إلى بيت مال المسلمين وأعطاه ثمنها الذي اشتراها به وليس ثمنها الآن. لما؟ ليخرج ببنيه من كل شبهة. خرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يوما لصلاة الصبح الذي ملأ الدنيا عدلا، الذي ملأ الدنيا أمنا، الذي كان لا يتخلف عن الصلاة أبدا، وهو الذي يؤمهم في صلاتهم، وهو الذي يدلهم على ربهم، الذي عفى عن أموال الناس حتى قال له أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: حين أحضر رجل أموالا من بلاد فارس على غرارتين، فقال عمر وهو يقلب الجواهر بيده: إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا المال على ثمنه وعلى ارتفاع قيمته وعلى ما له من نفاسة، قوم أمناء. فنظر علي إليه وقال: عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فكأنها رسالة لكل من يلي أمرا: إذا قصدت وجه الله أجبرت كل من تحت قيادتك أن يقصدوا وجه الله، إذا عففت عف كل من تحت ولايتك. يخرج عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى المسجد وفي قلبه الدعاء الذي دعاه: اللهم إني أسألك أن تقبضني شهيدا إليك في بلد نبيك في غير فتنة ولا مأثم. فلو أنك نظرت إلى هذا الدعاء ستجد أمر عجيب: اللهم اقبضني شهيدا إليك، لا بد أن يخرج للحرب في بلد نبيك، لا بد أن تقتحم المدينة في غير فتنة ولا مأثم. كأنه يختار لنفسه الميتة التي يريد وعلى الحال الذي يريد وفي الوقت الذي يريد وفي المكان الذي يريد. أي رجل هذا؟ هذا عمر يكبر للصلاة. فيخرج أبو لؤلؤة المجوسي فيطعن عمر بن الخطاب 3 طعنات، إحداها نافذة، فيحمل عمر بن الخطاب إلى بيته ويمد يده قبل أن يقع ليصلي بالناس عبد الرحمن بن عوف. فيحمل عمر إلى بيته فيسقى فيخرج الشراب كما هو، فيقول له طبيبه: اعهد يا أمير المؤمنين. فيقول له أحد الحضور: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن عمر مرضي عند الناس وعند الله، وكان رسول الله يحبه، ومن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتبعا لآثار رسول الله، فلو عهدت بالأمر إليه. قال: بحسب آل عمر أو آل الخطاب أن يسأل منهم واحد عن أمة محمد، يكفينا أن يسأل منا واحد
عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، فلو سألني ربي لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن سالما يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي رواية: ولو كان خالد بن الوليد حيا لاستخلفته، فإني ما نزعته عن شبهة ولا ريبة، ولكني خشيت أن يفتتن به الناس. هذا عمر بن الخطاب يتخير ستة، على رأسهم عثمان وعلي، وبقيتهم من العشرة المبشرين بالجنة. فيقول: يصلي بالناس صهيب، ويحضر عبد الله بن عمر كمستشار وليس له من الأمر شيء، ويكون معهم عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن هذا أشبه ما يكون برئيس هذا الجمع، وينفردون في دار ثلاثة أيام. فإذا اتفقوا على واحد ونازع فيه أحد من الناس فاشتخوا رأسه. حماية الأمة أولى، الرأي عند الرأي، والمشاورة عند المشاورة. فإذا حسمت القضية فلا كلام لأحد. عند المشاورة وأخذ الآراء نختلف، وكلنا يقول رأيه، ويجيب بعضنا بعضا، وقد يصل الأمر إلى الجدال، وكل يدلي بحجته، لكن شهيد المحراب يريد أن يضبط هذه الأمة، ليعلم الناس جميعا أنه رعى مصلحتها حين كان حيا، ورعى مصلحتها حين حضرته الوفاة. هذا هو الفاروق عمر، يحمل على خشبته ويستأذن أن يدفن بجوار صاحبيه، ويقول: لا تقولوا أمير المؤمنين، فليس للمؤمنين اليوم أمير. فيلقى الله ويدفن جوار صاحبيه حتى نسلم عليه إذا ذهبنا للسلام على رسول الله. فسلام على عمر، سلام على أبي بكر، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.